الرحمن الرحيم، على بركة الله نبدأ مادة تغذية وتسميد نبات متقدم، المحاضرة 11. نتكلم اليوم عن الأسمدة الحيوية. هلا نحن تكلمنا بالمحاضرات السابقة، تكلمنا عن الأسمدة بشكل عام، تكلمنا عن الأسمدة المعدنية، وتكلمنا عن الأسمدة العضوية. طبعا بالسنوات الأخيرة وخاصة بالعقدين الأخيرين إنه صار في عندنا زيادة كثيرة بالإنتاج وخاصة بالدول النامية، فكان أحد الأسباب هي إما استخدام أصناف كانت عالية الإنتاجية أو استخدام الأسمدة الكيميائية، يعني توفير العناصر الغذائية اللي بيحتاجها النبات، والأصناف أساسا هي عالية الإنتاجية، فتم توفير ما تحتاجه من العناصر الغذائية، كل هذا أدى إلى زيادة الإنتاجية. لكن بنفس الوقت هاي الأسمدة، استخدام الأسمدة بشكل عام يعني كان له تأثير سلبي، او الاستخدام الزائد للاسمده له تاثير سلبي على التربه. طبعا من بين الاسمده اللي تم استخدامها سواء الاسمده الكيميائيه او الاسمده العضويه، الاسمده البلديه، لذلك نتيجه التاثير السلبي لهذه الاسمده يفضل انه نحن نستخدم خليط من هذه الاسمده، الاسمده المعدنيه مع الاسمده الكيميائيه، الاسمده المعدنيه مع الاسمده العضويه، وكمان ممكن ندخل الاسمده الحيويه لتسميد النبات وتوفير العناصر الغذائية اللي بيحتاجها النبات. هلا شو هي الأسمدة الحيوية النيتروجينية؟ طبعا الأسمدة بتستخدم ل يعني تثبيت النيتروجين الجوي، هذا النيتروجين الجوي اللي بثبته بمد النبات باحتياجاته من الأزوت. هاي الكائنات إما أن تكون كائنات تكافلية أو تكون كائنات لا تكافلية. شو المقصود لما تكون كائنات حية تكافلية أو تعايشية أو لا تعايشية يا شباب؟ يعني بيستفيد بتفيد النبات والنبات بيفيدها. تماما. اللي لا تكافلية يعني هي بس هي بتفيد النبات، هي بس بتثبت الأزوت، لكن هي ما بتستفيد شيء من النبات، ما بتاخذ احتياجاتها مثلا من الغذاء، من كربوهيدرات، من كذا، هي ما بتستخدم هذا الأمر، لكن بتساعد النبات على تثبيت الأزوت الجوي. هلا من بين الأمثلة في عندنا الأزولا، هو نبات سرخس، ما بعرف إذا موجود بالمنطقة حاليا، هو موجود بكثرة دكتور. انتشر بالسنوات الأخيرة، لكن يعني يزرع بالأحواض المائية حاليا لغرض العلف أو الإنتاج الحيواني من أجل، صحيح. لكن هو يستخدم كذلك بعملية تثبيت الأزوت الجوي، يعني إذا في مزارع الأرز معروف انه دائما مقموره بالماء، موجود فيها يعني الماء دائما، فهون ممكن نحن نستفيد من الازولا انه تثبت الازوت، النيتروجين الجوي بثبته بيستفيد منه النبات، وبنفس الوقت هي تستخدم اساسا كعلف. يعني كيف انتشارها بالمنطقه يا شباب؟ مستخدمه حاليا؟ والله مستخدمة بكثرة أيام غلاء العلف، لا هلا أهون شوي بعد ما أرخص العلف، أما انتشرت على مستوى كبير. الخبرة عند المزارع معناته صارت جيدة بهذا الموضوع بإنتاجها. يعني هي شغلتها بسيطة، هي أنت طشيت لك هيك شوي وخلص، صارت مثل السرطان لحالها. صار في مثل غلط هيك بطريقة الترويج لها، يعني فالمزارع انصدم، يعني هذا أحد الأسباب اللي خلت المزارع يحكي معنا. كيف مثلا، ما مثال مثلا أو فكرة أنت ممكن شفتها؟ يعني اول ما بلشت تنزل وصار يعني يصوروا المزارع انه انت عندك علف مجاني، عندك علف ببلاش، يعملوا في مقاطع فيديو انه الحيوانات عم تاكل منها بكل سهوله، فالمزارع يزرعها يعني انصدم في الواقع، بده يطعميها بالتدريج، الحراره درجه الحراره المرتفعه بده يعمل لها تظليل، بالبروده بتتعب، يعني جوها مو كتير مناسب. فيعني وهلا نفس الحكي عم بيصير بالزعفران، وما زعفران عملية ترويج كبيرة بيجي، يعني المزارع حتى إذا في فائدة ما بقى بحسين بيشوفها. صحيح، بس هي لو ما بعرف اذا حدا فكر مثلا بيعمل لها خليط مع محاصيل العلف الجافه، ممكن يعني حدا عمل عليقه حيوانيه بهذا المجال او اشتغل على هيك مثلا. والله استاذ دكتور انا ما بعرف، ممكن استاذ احمد عم بيقول منتشر عنده، احنا انا هوني ما شفت انتشرت عنا كثير. المزارع لا دغري لا، احجى معنا نعم، زرعه ما عم يخلطوها لحالها، عم يقدموها ايوه تماما. هلا هي صدور يقدموها. ممكن تستخدم بالعليقة يعني كأخضر مع يعني
مع جاف. مثلا حشائش جافة موجودة أساسا، ممكن تستخدم كعليقة وإنتج عليقة بالنسبة للإنتاج الحيواني، لكن هاي يعني محتاجة يعني مؤسسة مزرعة متخصصة بالإنتاج الحيواني، فهي من أجل أن توفر التغذية للحيوانات اللي موجودة عندها، فهي ممكن تعمل هاي الطريقة. أما للإنتاج الإنتاج الذاتي أو الاستهلاك الذاتي، أنه أنا عندي يعني عدد محدود من الأبقار أو أغنام أو كذا، فأعتقد مثل ما ذكر يعني محمد مقابل أنه فعلا المزارع حس بفرق ما بين الترويج لها وما بين الواقع، يعني على الرغم منها يعني معروفة يعني ومنتشرة يعني، وخاصة بالسنوات الأخيرة أنا أتكلم انتشارها. هلا هي إذا وصلت على النهر هي مصيبة دكتور، طبعا طبعا مصيبة والله، مصيبة بتخرب الدنيا. طبعا، لذلك حتى ما بعرف إذا كانت الأحواض المستخدمة هي أحواض اصطناعية يعني بلاستيك دائما، صناعية طبعا، صناعية يعني بلاستيك. نعم دائما ما نحاول نوصلها للأرض يعني من أجل أن ننهي الموضوع مكانه يعني. على العكس احنا ذكرنا حاليا أنه ممكن أنا يعني يتم الاستفادة منها إذا كان في عندنا زراعات اللي تعتمد على مثل الأرز اللي ما دائما يكون فيه قمر بالماء، فهي أنه أنا هون بستفيد باتجاهين، باتجاه أنه تثبيت الأزوت، وباتجاه ممكن يكون علفي حتى. يعني بالنسبة للأرز طبعا مناطق زراعة الأرز استفادوا منه بأكثر من طريقة، يعني في بعض المناطق يعني عملت تربية أحواض أسماك تحت الأرز يعني في أثناء زراعة الأرز، فيعني صح مظبوط. الفكرة منها أنه هن يحاولوا يستفيدوا من أي أمل يعني بإنتاج معين أو زيادة الإنتاجية. فهي إحدى الطرق منها الأزولا واللي هي ذكرتوها أنتم يعني انتشرت يعني. هلا في عندنا اللي بتساعد كمان على تثبيت الأزوت الجوي الطحالب هاي الخضراء، يعني كمان يعني بتساعد على تثبيت الأزوت الجوي. طبعا الأسمدة الحيوية لها دور مهم كمان بزيادة الإنتاجية، ويعني الهدف منها ما في يعني استهلاك زيادة للطاقة اللي غير متجددة. طبعا شو هي الفائدة العامة من استخدام هاي الأسمدة؟ شو الفرق؟ ليش نحن ما نبغى نستخدم الأسمدة المعدنية أو الأسمدة العضوية اللي حكينا عليها بالمحاضرات السابقة؟ الأسمدة الحيوية المرجح لها فوائد، لذلك يعني يرجح استخدام هذه الأسمدة حاليا، أو في توجه إلها زيادة صلاحية العناصر عن طريق تنشيط الميكروبات، توفير كمية من الأسمدة يعني حوالي 25% بيذكر صلاحية العناصر. إذا كان في عندنا عناصر مضمصة على حبيبات التربة وصعب امتصاصها من قبل النبات، فهي يعني بتساعد انه بتيسرها للنبات. افراز مضادات حيويه ممكن تقاوم بعض الامراض، افراز مواد منشطه للنمو، تقويه نمو الجذر، زياده المحصول، تحسين جوده المحصول، والحد من تلوث البيئه. واخر يعني فائده، هي فائده مهمه مقارنه بالاسمده الاخرى او العناصر الغذائيه مثل المصدر الاسمده المعدنيه او اسمده كيميائيه أو حتى الأسمدة العضوية اللي بتسبب تلوث يعني للمياه الجوفية. فهاي الأسمدة الحيوية يعني مقارنة بتلك الأسمدة هي ما بتسبب أي تلوث، لذلك يعني مرشح أنه يتم استخدامها. لكن يعني ممكن الأسعار، ممكن الخبرة، ممكن التجارب اللي عند المزارع لسه ما عنده التجربة الكافية باستخدام هاي الأسمدة، فيعني ممكن استخدامها إلى حد ما محدود. ما بعرف استخدامها بالمنطقة كيف يا شباب؟ قليل دكتور، ما هي شائعة زيادة. بالصيدليات الزراعية هل هي منتشرة يعني مشكلة الأسعار، ولا هي مشكلة الثقافة أساساً استخدامها من قبل المزارع؟ لا لا، ثقافة بالدرجة الأولى. إذا المشكلة مشكلة الثقافة. حاولتوا تستوردوا على المنطقة وتحاولوا تقنعوا المزارع او انه متوفر هذا النوع ممكن يعني يكون بديل لك عن السماد، يعني تستوردوا مثلا وتحاول توفروه بالمنطقه مثلا، وتكونوا يعني مثلا ممكن احيانا السعر يعني بيغري يعني اذا كان سعره مقبول. ما كان على دورنا، ما كان موجود دكتور من كم سنة، ما كان منتشر شائع بالسوق نهائيا، ما اجت منتجات حيوية المنطقة اللي كنا فيها. يعني ايوه انه تعرف انه في تعامل مع التركية، مع الصين، مع الشركات تماما النظامية اللي عم تستورد، لكن ما يجي هيك شيء.
ما اجى. اذا هي يعني محصوره حاليا، على الرغم انها مستخدمه، وانا ذكرت في تجارب كثيره موجوده في تركيا على استخدام الاسمده الحيويه، لكن يعني ممكن الهدف النهائي اللي بيسعى له المزارع ككل، واي شخص بيقوم بمشروع زراعي، الانتاج النهائي الغله، فهو ممكن اذا ما كان في تجارب حقيقيه امامه بالشجع على استخدام هاي النوع من انواع الاسمده، وانها بتضمن بتعطيه الانتاجيه، ممكن هو ما عنده حافز انه بيعمل اي مقامره او بيعمل اي خطر، يعني بخاطر يعني باي جهد، يعني مشروع يكون ضخم، فما مو مستعد يخاطر بهذا وخاصه انه هون بمناطقنا. وفي كلفة بالإنتاج حاليا دكتور، في تكاليف نعم عالية. وبزيدك كما خاصة انه بمناطقنا ما في اهمية للمنتج، هل هو اورجانيك ولا نان اورجانيك، قولا واحدا نعم، لسه يعني فعلا ما بهم، التسويق ما عم يلعب دوره. نعم ما بهم يعني انا كيلو البندورة هي ولا هي عندي اياه واحد. اما لو مثلا ذكرنا بمناطق اخرى، مثلا خلينا نذكر مثلا على اوروبا، في يعني حسب ما عم نسمع انه بتفوت على الماركت، في انه هاي انتاج مزارع طبعا عضوية طبعا وهي طبعا صح، غير عضوية، فهون السعر بيلعب دور. عم يجي احيانا 10 ادبار، نعم عم يجي احيانا عشر اضعاف السعر. تماما تماما، 10 أضعاف السعر اللي عم يقابله، إنه عم تحط تكاليف لكن عم تستفيد بنفس الوقت يعني. فهاي وحتى يعني وحتى المنظر ما هو مغري للاورجانيك، المنظر ما هو مغري نهائيا، تلاقي هيك خيار مطعج ماك ملعوق وسعره اضعاف الخيار هيك الكويس اللي. تماما، لكن يعني مناطقنا، انا دائما بقول هاي مناطقنا او مناطق افريقيا ككل، الى هاي اللحظه نحن ما عم ندور على الجوده، نحن عم ندور على الاكتفاء فقط، هلا عم دكتور، نبحث عن هلا نعم، في عندنا اصناف الخيار، في صنف خيار قديم اسمه كان بابليون، تمام. هذا بابلي كويس معروف، دكتور. اي بابليون معروف كويس هيك، طعمه كريحه رائع جدا، لكن ما في انتاج. بتلاقي المزارع عنده مثلا زارع هكتار كله من الاصناف الانتاج القوي، وزارع للبيت خط او خطين هذول للبيت من البابليون. يعني دليل انه هو يعرف الطعم الجيد، يعرف الجود نعم، لكن ما في إنتاج نعم لكن بالمقابل. الهدف هو اقتصادي. لذلك انا دائما هاي يعني بذكر حتى بافريقيا لما بيعملوا تجارب المنتجات اللي فيها يقول لك تعديل وراثي وكذا، ودائما التجارب يعني مع الاسف يعني بتحصل بالمناطق النامية ومناطق افريقيا ككل، يعني بهذه المناطق، لأنه الهدف هو الاكتفاء وليس هدف النوعية، فما في تعليق على هذا الموضوع على الرغم الخطر اللي ممكن تحدثه على البشر أو تأثيرها السلبي، لكن يعني قياس الاكتفاء يعني بيكون سبب، ما في غير هالحل. إذا صحيح الأسمدة الحيوية هي عبارة عن يعني بيئات تحضر، بتحتوي هاي البيئات على كائنات دقيقة، بتحتوي على السلالات، هاي السلالات إلى قدرة على تثبيت النيتروجين الجوي، إلى قدرة على إذابة الفوسفات، إذابة البوتاسيوم المضمص على حبيبات التربة، وبالتالي يعني إقناء التربة فيها ويستفيد منها النبات. طبعا إضافتها إما تضاف بالخلط مع البذور، إجراء عملية الخلط، ترطيب البذور يعني بالماء، أو بتضاف للتربة. إذا الأسمدة الحيوية هي نفس فكرة الأسمدة ككل، هي الهدف منها إمداد النبات بما يحتاجه من العناصر الغذائية، وخاصة بيثبت الأزوت وبيعمل على إذابة الفوسفات والبوتاسيوم المضمص على حبيبات التربة. هلا شو هي من العمليات اللي نحن نقوم بها من أجل هاي الميكروبات لزيادة صلاحية العناصر؟ شو هي العمليات؟ إحدى العمليات إنه التفاعلات الوسطية لإنزيم نيتروجيناز، هاي بتثبت الميكروبات للنيتروجين اللي يختزل من نيتروجين عنصري إلى أمونيوم. إذا النيتروجين موجود، فهاي الكائنات الدقيقة بتثبت هذا النيتروجين عن طريق هذا الإنزيم، وبتحوله من شكله المعدني إلى شكل أمونيوم اللي بيستطيع يستفيد منه النبات. كمان لها دور ب يعني إفرازات الأحماض العضوية البسيطة، بتذيب شو الفوسفات والبوتاسيوم، تكون مضمصة بهاي الأحماض، هاي
الاحماض او متمصه على الحبوبيه بدل التربه، فهي بتستطيع انه بتذيب هاي الفوسفات او البوتاسيوم، وبالتالي يصبح يعني متاح للنبات. لها دور كمان في يعني السكريات العديده بتكسيرها بواسطه الفطريات، بتحويل النيتروجين بالتربه بواسطه الميكروبات اللي يدخل في دوره النيتروجين، يعني النيتروجين موجود في التربه غير مضماص، بتحوله من حاله الى حاله، فهي كمان الميكروبات بتساعد على هذا. الاراضي الخصبه والخواص الطبيعيه ومكوناتها الكيميائيه الجيده فقط ما بيكفي هذا الكلام، لابد من توفر يعني عمليات ميكروبيولوجيه اللي نحن ذكرناها اللي بتقوم بها الكائنات الحيه الدقيقه. طبعا هاي العمليات الميكروبيولوجيه بتساعد على حدوث توازن بالعمليات، منها مثلا النيتروجين، الفوسفور والكبريت. هلا في نظام الزراعه الكثيفه معروف، في حاله الزراعات الكثيفه كل ما زادت الزراعه كل ما زاد احتياجات النباتات المزروعه في وحده المساحه بالعناصر الغذائيه نتيجه الكثافه، فهون لابد من اضافه يعني الاسمده الكيميائيه بكميات اكبر او اضافه الاسمده العضويه. لذلك ممكن استخدام الاسمده الحيويه بجانب هذه الاسمده الكيميائيه والاسمده العضويه لكي توفر العناصر الغذائيه اللي بيحتاجها النبات، وممكن كمان حتى الأسمدة مثل ما ذكرنا الفوسفات والبوتاسيوم المضمص على حبوبات التربة يعني يصبح ميسر بالنسبة للنبات، ويمد النبات بالعناصر الغذائية بأقل تكاليف. هلا شوية بالنسبة لأنواع هاي الأسمدة الحيوية النيتروجينية، في عندنا الرايزوبيوم. الرايزوبيوم هذا يعني معروف من زمان، بيستخدم في تشكل عندنا عقد بكتيرية، هاي العقد الجذرية على جذور النباتات البقولية، وله دور تكافلي يعني بياخذ احتياجاته من الكربوهيدرات من النبات، ويعني بيثبت الأزوت الجوي بمده للنبات وبيستفيد النبات من الأزوت الجوي. إذا هون في علاقة تكافلية ما بين الرايزوبيوم وما بين النبات البقولي اللي بيشكل عليه هاي العقد الجذرية. بكتيريا رايزوبيوم طبعا شو هي مواصفاتها؟ موجودة في التربة، موجودة في منطقة جذور النباتات البقولية وغير البقولية. طبعا يعني مثل ما ذكرنا انه بتفرز خارجها مواد عديدة السكرية، تسكر يعني مواد سكرية، تساعد على ربط حبيبات التربة مع بعضها البعض. التسميد النيتروجيني ما بيأثر عليها، لكن دائما نحن ببداية حياة النبات قبل ما تشكل العقد البكتيرية بنضيف جزء بسيط من الأسمدة الأزوتية لحتى ما يبدأ النبات بالنمو، وبتشكل مجموعة جذري بعدها مباشرة. النبات إذا كان نبات بقولي بيبدأ بيكون العقد الجذرية ويبدأ بتثبيت الأزوت الجوي ويمد النبات بما يحتاجه من هذا الأزوت. طبعا الرايزوبيوم بتعيش في درجات حرارة يعني متراوحة ما بين انخفاض وما بين درجات حرارة عالية، حساسة طبعا للمضادات والكيماويات، بتعيش في التربة لسنوات طويلة. لذلك نحن لو زرعنا أرض بنبات بقولي ونتيجة هاي الزراعة النباتات البقولية عملت شكلت عندنا عقد جذرية، وبعد ما يعني انتهى النبات البقولي أو موسم زراعة النبات البقولي فالأرض بقيت غنية ب يعني هاي العقد البكتيرية والأزوت اللي ثبته النبات البقولي، لذلك بتكون الأرض غنية بالعناصر الغذائية وخاصة بالأزوت. طبعا يعني الكائنات الحية الدقيقة بالتربة والبكتريوفاج لها قدرة على تثبيط نمو الرايزوبيوم، يعني فهاي بتأثر على الرايزوبيوم بشكل سلبي. الأميبيا كمان بتفترس الرايزوبيوم. الرايزوبيوم بيتحمل يعني الملوحة، يعني على الرغم من أن النباتات البقولية ما بتتحمل الأراضي الملحية أو لا تعيش في الأراضي الملحية. إذا أول نوع من أنواع الأسمدة الحيوية النيتروجينية اللي بتثبت الأزوت الجوي نحن عندنا الرايزوبيوم، وذكرنا تكلمنا عن الرايزوبيوم إنه هو عبارة عن علاقة بيعيش بعلاقة تكافلية ما بينه وما بين النبات العائل النبات البقولي، بيثبت الأزوت الجوي ويمد بالنبات يمد النبات فيه ويستفيد من النبات بما يأخذ من النبات من مواد كربوهيدراتية أو مواد غذائية بيأخذها من النبات. طبعا العقد الجذرية نحن تكلمنا قبل هالمرة على العقد الجذرية، كيف نحن ممكن
نميز نقول انه هاي العقدة الجذرية نشطة ولا غير نشطة يا شباب؟ ذكرناها قبل المرة. يكون لونها زهري دكتور بالدرجة الأولى. نعم إذا نحن العقد تتشكل على الجذر، نباتات البقولية. يعني كيف نحن ممكن نعرف العقدة نشطة ولا غير نشطة؟ اللون الوردي، اللون الزهري، هاي بيأكد على أنه هاي العقد نشطة، بتقوم على تثبيت الأزوت الجوي. نحن ذكرنا سابقا كذلك، يهمنا نحن حجم العقدة ولا يهمنا مجموع العقد في وحدة المساحة؟ خلينا نقول طرفين دكتور لا، نحن بهمنا العدد، الكثرة، مجموع مجموع نعم مجموع، ما صح بهمنا الحجم. يعني مثلا إذا كان في حجم كبير وعدد قليل، لا، ما هو هذا الهدف؟ الهدف الكتلة الكلية أو الكتلة الكلية لهذه العقد هو المهم بالنسبة لنا. يعني مثلا حتى نقول إنه عملية تسميد الحيوي ناجحة، بينتج لدينا مثلا في وحدة المساحة أو المجموع الجذري عدد كبير من العقد الجذرية. فحال تكونت هذه العقد بعدد كبير جدا، فهون هذه العقد يعني بتستطيع انه تمد النبات باحتياجاته من الازوت، او بتثبت الازوت الجوي وتمد النبات فيه. طبعا وظيفة العقدة معروفة، نحن اخذناها قبل هالمرة. يعني شو دور العقد الجذرية؟ هي تثبيت هذا الازوت، الازوت الموجود بواسطة انزيم نيتروجينيز، بتثبت هذا الازوت وبتحوله الى امونيوم وبيستفيد منه النبات. طبعا بتاثر عمليه التثبيت هذه بعده عوامل، بتاثر بالحراره، بالاضاءه، طبعا وجود النيتروجين في التربه غير او غير موجود اذا كان التربه غنيه بالنيتروجين. فاساسا هي العقد البكتيريه ما راح تكون نشطه لانه راح تكون خامله انه موجود النيتروجين، فهي ليش بدها تتعب نفسها وبتثبت النيتروجين من الهواء الجوي؟ إذا يعني بيأثر تأثير سلبي في حال كان وجود النيتروجين أكثر من اللازم. بيئة التربة نحن أخذنا من بداية هذا المقرر أنه من العوامل الرئيسية اللي بتأثر على العناصر الغذائية الموجودة في محلول التربة أو في التربة. لذلك بيئة التربة نحن يجب أن يؤخذ بالحسبان دائما. بعض العناصر المعدنية مثل الكوبالت والمولبيدينيوم يعني ممكن تؤثر سلبا على تثبيت الأزوت الجوي. شو هي الأهمية الزراعية بالنسبة للتلقيح البكتيري؟ شو بنستفيد منه؟ يعني التلقيح البكتيري ممكن أن ينجح، ممكن أن يفشل. شو هي أسباب فشله؟ أنا مثلا عملت توصية، إجاني ملقح بكتيري، استخدمته حسب التوصيات اللي مطلوب أني أعملها، لكن للأسف في النهاية يعني لم يكن بالمرجو منه. يعني أنا كنت متوقع أنه يعطيني إنتاجية، لكن للأسف ما كانت الإنتاجية جيدة. أحد الأسباب اللي تؤدي إلى فشل عملية التلقيح البكتيري أو الملقح البكتيري هي السلالات الأصلية، ممكن تكون أساساً هي غير فعالة. لذلك يعني عندما يعني خلاص أنا قررت أني أستخدم أسمدة حيوية، بدي يعني اشتري هذا الملقح البكتيري، يجب أن تكون الملقح البكتيري فعال. طبعا وجود ميكروبات يعني بتأثر سلبي على الرايزوبيوم، يعني ممكن بتنهي دورة حياة الرايزوبيوم وتقلل أعدادها بمنطقة الجذر، بتأثر تأثير سلبي وبالتالي لا يستطيع القيام بوظيفتها هي تثبيت الأزوت الجوي. ظروف التربة مثل ما ذكرنا، بيئات التربة الحموضة أو القلوية، عوامل يعني ممكن تتعلق بتركيبة التربة نفسها، فهي كلها بتأثر تأثير سلبي على كفاءة عملية الملقح البكتيري اللي نحن استخدمناه في يعني الهدف منه كان إمداد النبات بما تحتاجه من الأزوت الجوي. البقوليات طبعا يعني نحن معروف نحن لو زرعنا فول أو زرعنا فاصوليا فانتهى الموسم، بقايا هاي المحاصيل راح تبقى بالأرض، راح تمد الأرض ب الازوت الجوي، او تكون الارض غنيه اساسا بالعناصر الغذائيه. وهذا الامر بيذكر لنا بشكل تجربه، لو نحن زرعنا مثلا محصول بعد نبات بقولي، او زرعنا القمح مثلا بعد نبات غير بقولي، فهون هو يلاحظ انه في فرق في الانتاجيه، وهذا الامر يعني معروف لدى المزارع. ولذلك بيأكد انه التسميد الحيوي أو الملقحات البكتيرية نحن استخدمناها ممكن يعني بتفيد المزارع
وبتضيف أسمدة أزوتية يعني للتربة، وبتقني يعني بتوفر قليلة من الأسمدة الكيماوية اللي بتخفض التكاليف بالنسبة للمزارع، وبتزيد عنده الدخل اللي راح يحصل عليه. إذا هذا بالنسبة للرايزوبيوم، أو تكلمنا عن الرايزوبيوم العقد الجذرية. في عندنا ملقح ثاني هو الأزوتوباكتر. الأزوتوباكتر يعني بيثبت النيتروجين، لكن هون في علاقة حرة يعني تثبيت طريقة غير تكافلية، يعني هو بيثبت الأزوت، بمد النبات بالأزوت، لكن هو ما بياخذ شيء من النبات، يعني ما بيستفيد من النبات، على العكس من الرايزوبيوم. الرايزوبيوم علاقة تكافلية، الأزوتوباكتر العلاقة غير تكافلية. طبعا الكائنات الدقيقة بتثبت يعني اللي بتقوم بالتثبيت التكافلي تعيش معيشة حرة، مثل ذكرنا الأزوتو باكتر طبعا هي، والطحالب الخضراء. هي الكائنات اما ان تكون هوائيه، يعني بتحتاج الى الهواء لعمليه تثبيت النيتروجين، او لا هوائيه اجباريه، او لا هوائيه اختياري. اذا عندنا 3 انواع من الازوتوباكتر. طبعا ذكرنا الفرق ما بين الازوتوباكتر والرايزوبيوم. الرايزوبيوم العلاقه بينه وبين النبات تكافليه، أما الأزوتوباكتر العلاقة بينه وبين النبات تكون غير تكافلية. في عنا 3 أنواع، إما أن يكون الأزوتوباكتر هوائي ما بيستطيع يعيش إلا بوجود الهواء، أو لا هوائي إجباري، أو لا هوائي اختياري. الأزوتوباكتر طبعا يعني بيأثر على أعداد الأزوتوباكتر في التربة، بيتأثر بالمادة العضوية، حيث أنه كل ما قلت يعني تؤدي إلى قلة تكاثر الأزوتو باكتر، وزيادة المادة العضوية بيؤدي إلى زيادة نشاط الأزوتوباكتر في التربة. الأسمدة المعدنية كمان بتأثر على يعني الأزوتوباكتر، يعني يعني تكاثره بيتأثر هاي البكتيريا بالأسمدة النيتروجينية اللي بتثبط، مثل ما ذكرنا إنه في حال توفر الأسمدة الأزوتية في منطقة زراعة النبات، فهي الملقحات البكتيرية بتكون يعني غير فعالة، تكون خاملة يعني، أو يعني بتعمل بأقل درجة ممكنة. فهون توفر هاي الأسمدة الأزوتية في منطقة الزراعة بيأثر تأثير سلبي على النشاط أو هاي الملقحات البكتيرية. في عندنا كمان يعني هلا الازوتوباكتر هو عكس الرايزوبيوم. الرايزوبيوم بيشكل عندنا عقده بكتيريه، عقده جذريه. الازوتوباكتر ما بت يعني بيتكون على سطح الجذر بالنسبه للنباتات، اللي بيساعدها على تثبيت الازوت الجوي ومنها بالازوت الجوي، هو موجود حصرا في منطقه المجموع الجذري، لذلك يعني بيثبت الازوت الجوي ويكون في منطقه انتشار المجموع الجذري، والمجموع الجذري في هذه الحاله بيستفيد من هذا الأزوت المثبت. طبعا إفرازات الجذور طبعا لما بتحتوي على أحماض أمينية وسكريات وفيتامينات تعتبر مصدر طاقة للأزوتوباكتر. إذا الأزوتوباكتر هو ما بياخذ احتياجاته مباشرة من النبات، إنما يأخذ احتياجاته من إفرازات الجذور اللي ما شو تحتوي؟ تحتوي أحماض أمينية، سكريات، فيتامينات. لذلك يعني هي إحدى طرق استفادته من تثبيت الأزوت الجوي بالنسبة لي النبات. إذا تكلمنا على الرايزوبيوم وتكلمنا على الأزوتوباكتر، الفرق ما بين الرايزوبيوم والأزوتوباكتر أن الرايزوبيوم يكون تكافلي، الأزوتوباكتر يكون غير تكافلي. النوع طبعا هون في عنا نحن كنا الأزوتوباكتر، في عنا ملقح آخر اسمه الأزو سيبريليوم. هذا كمان بيساعدنا على تثبيت الأزوت الجوي، تتواجد البكتيريا في عديد من الأراضي، بيتأثر في يعني نشاطه بأنزيم النيتروجيناز، بيتأثر بدرجة البي اتش، بيكون نشط ما بين 5.6 ل 7.2. طبعا درجة البي اتش ذكرناها بشكل رئيسي بتأثر على كل العناصر الغذائية وعلى امتصاص العناصر الغذائية ككل. إذا نحن يا شباب 3 ملقحات تكلمنا عليها، تكلمنا عن الأزوتوباكتر، تكلمنا عن الرايزوبيوم، وحاليا عن الأوزوسبيريليوم. هذا كمان بيساعد على تثبيت الأزوت الجوي، بيتأثر بدرجة البي اتش.
يعني الموضوع اليوم هو أساسا عن الملقحات البكتيرية كأسمدة بكتيرية بعيدا عن الأسمدة المعدنية أو الأسمدة العضوية، على الرغم أنه استخدامها بالمنطقة مثل ما ذكرته يعني يعتبر ما بنقول شبه معدوم، لكن يعتبر قليل جدا. لذلك حتى يعني ممكن ثقافة المزارع أنك بتقنعه أنه بيستخدم ملقحات بكتيرية من أجل زيادة الإنتاجية أو يقلل من استخدام الأسمدة المعدنية، يعني إلى حد ما يعتبر الأمر شبه مستحيل يعني. الآن في عندنا نوع آخر من الأنواع الكائنات الحية الدقيقة اللي ممكن تثبت تساعدنا على تثبيت الأزوت الجوي، هي عبارة عن الطحالب الخضراء المزرقة. طبعا الطحالب الخضراء مثل ذكرنا مثال عنها هي عبارة عن الأزولا، نحن حكينا عليها، هي عبارة عن طحالب خضراء يعني موجودة في أراضي تكون مغمورة بالمياه، وخاصة الأرز يزرع بهذه الطريقة غير الأرز الهوائي، بتساعد على تثبيت الأزوت الجوي، وبنفس الوقت يعني ممكن تستخدم يعني كمصدر علف بالنسبة للحيوانات. بداية المحاضرة عن الأزولا، وأنتم تكلمتوا عنه أنه عبارة عن نباتات تستخدم حاليا، تزرع يعني بالمنطقة، تستخدم كنباتات علفية يعني في تغذية يعني الإنتاج الحيواني، لكن يعني يستخدم بنفس الوقت في تثبيت الأزوت الجوي، وخاصة يعني بالمناطق اللي يزرع فيها الأرز تحت زراعة الأرز يزرع يعني الأزولا، بيساعد على تثبيت الأزوت الجوي وبيمد التربة بما تحتاجه من العناصر الغذائية، وخاصة بالنسبة للأزوت الجوي. في عندنا كمان كائنات دقيقة يعني. دكتور عفوا، إذا تفضل. تتذكر عندنا بنهر الفرات في عندنا نباتات منبثقة هيك، يعني الساق تبعها سوق عديدة طويلة ولها أوراق صغيرة، أنا ما أعرف والله إيش اسمها، كانت عندنا بالنهر فموجودة بكثرة، ولا مرة المربين فكروا يستخدموها. عندنا ثروة حيوانية قليلة لكن هاي نباتات ولا حدا فكر يستخدمها يعني بالتغذية. يمكن السبب بعدم استخدامها اعتقد يعني، يعني حسب يعني يعني تخمين يعني من عندي، هو وفرة العلف يعني، هذا أتصور، نعم أتصور هذا السبب. يعني اتصور وفرة العلف يعني، وخاصة انت ادرى بسرير النهر دائما موجود عندنا أعشاب الزل، النجيل، موجود نعم صح، الزل، موجود الزل العكيد، والنجيل، موجود نعم تمام، وخاصة يعني فهذه المناطق متوفر فيها، لذلك أعتقد هذا هو السبب الرئيسي يعني، ما في سبب ثاني غالبا، يعني. نعم غالبا الله أعلم. فهذا هو السبب. لذلك يعني الأزولا يعني مثلا تستخدم حاليا في بعض المناطق اللي عدم توفر الري فيها أو مشكلة الري، فلذلك يعني ممكن بينتجوها بتستخدم كأعلاف، فيعني إحدى هاي الأسباب يعني فيها. نتكلم على الكائنات الدقيقة اللي بتساعد على يعني الفوسفات بيكون مضمص على حبيبات التربة، هذا الادمصاص يعني ما بيستطيع بيستفيد منه النبات، لذلك في عندنا كائنات يعني بتساعد على إذابة هي هذا الفوسفات المضمص على حبيبات التربة، وبيصبح بهاي الحالة متاح بالنسبة للنبات وبيستفيد منه النبات بهاي الحالة. إذا الكائنات الدقيقة ممكن بتساعد على تيسر الفوسفات المضمص على حبيبات التربة وبيصبح متاح بالنسبة للنبات. كذلك في كائنات يعني دقيقة ثانية ممكن بتساعد على توفر البوتاسيوم، البوتاسيوم اللي بيكون أساسا هو موجود على البوتاسيوم اللي بيكون أساسا مضمص كذلك على حبيبات التربة، وبشكل عندنا معقدات يعني ادمصاص، فهي ما بيستطيع النبات الاستفادة من هي البوتاسيوم. فالكائنات الدقيقة بتساعد على يعني انه بتجعل هذا العنصر متاح بالنسبة للنبات وبيستطيع يستفيد منه النبات. إذا يعني هاي فكرة عامة عن الأسمدة الحيوية ككل، الملقحات البكتيرية انه استخدمت هي لتعويض او لتقليل استخدام الأسمدة الكيميائية او الأسمدة المعدنية اللي كان لها تأثير سلبي اللي بتسبب تلوث سواء لمياه الري أو تلوث بالنسبة للمياه الجوفية. أنتم بتعرفوا أن استخدام الأسمدة المعدنية بتراكيز عالية أو يعني
بيأثر على مياه، على المياه الجوفية، وخاصة إذا كانت المنطقة بتعتمد على الشرب من مياه الآبار أو مياه الأنهار. فيعني هذا إحدى الاتجاهات في استخدام الأسمدة الحيوية. الاتجاه الثاني أن استخدام الأسمدة الحيوية يعني بيأثر على التكاليف، بيخفف من تكاليف المدخلات الزراعية، وتكاليف الإنتاج يعني بتصبح أقل بالنسبة للمزارع، وبالتالي الإنتاجية اللي بيحصل عليها بتكون أعلى. فبالنهاية المزارع هدفه الإنتاج، لأنه يعني الزراعة هدفها بالنهاية هو هدفه يحصل على المحصول ويحصل على الإنتاجية العالية. تكلمنا عن الأسمدة، شو هي فوائد الأسمدة الحيوية، شو الأسمدة الحيوية، تكلمنا عن يعني الرايزوبيوم، الأزوتوبكتر، عن الملقحات البكتيرية، تكلمنا عن الكائنات اللي بتساعد على إذابة المركبات المتمصة على حبيبات التربة كالفوسفات والبوتاسيوم، وكيف ممكن بتصبح متاحة للنبات بالمحلول الأرضي ويستفيد منها النبات. تكلمنا عن الأزولا، ويعني استفدنا من يعني التجارب اللي عم تشوفوها بالمنطقة، إنه موجودة بالمنطقة، تزرع بالمنطقة، لكن هي تزرع بهدف الإنتاج العلفي ليس بهدف تثبيت الأزوت. لكن احنا هاي معلومة ثانية ممكن نستفيد منها، إنه ممكن احنا بتزرع الأزولا يعني إمداد التربة ب يعني الأزوت الجوي أو بالعناصر الغذائية. يعني هاي محاضرة اليوم كنا تكلمنا عليها، يعني حاولنا نخلصها على عجالة، ما كان في مشاركة من قبل الشباب، لذلك ما بدنا نطول عليكم. تقريبا انتهت محاضرة اليوم. إذا في استفسار أو سؤال أو في موضوع ثاني ممكن يعني نحكي فيه، بدكم تسألوا فيه ممكن يعني نتناقش فيه.